مرحبا شباب. الحل السحري اللي دائما اللاعب المبتدئ يريد يوصل له، واكثر الاسئله كابتن انت شنو تاخذ، انت شنو تستخدم كابتن، شلون حل سحري، اريد اسوي عضلات على السريع، اريد اريد اريد. واحنا دائما ننصح انه كمل المنظومه الغذائيه مالتك من فيتامينات ومعادن ووجبات حتى تتقوى بهاي اللعبه. اذا تريد ما تخلي ولا ثغره نهائيا بالمنظومه الغذائيه مالتك اللي هي راح ترفع نسبه العضلات اللي عندك، أنا أنصحك بالمنتج بالنسبة إلي أنا أسميه الحل السحري، منتج أنيمال باك. الأنيمال باك بي 60 عنصر مفيد متكون من مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن ومحسنات مال أداء. يعني أنت من راح تأخذ من عنده هذا راح يسد الثغرات اللي موجودة بالنظام الغذائي مالتك، وتستفاد من عنده استفادة جدا قوية، لأنه الشركة المصنعة لهذا الشيء صنعته على هذا الأساس اللي هو اللاعب المبتدئ اللي يريد يحسن جدا من أدائه وما يخلي أي ثغرة بنظامه الغذائي يقدر يأخذ من عنده. اللاعب المتقدم أيضا يقدر يأخذ من عنده، بس طبعا النسب تختلف، احتمال يأخذ من عنده كيسين أو ثلاثة حسب ما الكابتن يقول له. بس احنا نحكي على اللاعب اللي فايز جديد بهاي اللعبة وما يريد يخلي نهائيا أي شيء يفوته. فأنت تأخذ هذا الأنيمال باك لأنه هو يحتوي على أكياس، وهاي الأكياس هي بداخلها تحتوي على حبوب، مجموعة من الحبوب تقدر تأخذها الصبح بعد الفطور، وتقدر تأخذها قبل التمرين. أكثر الأحيان الشباب يقولون قبل التمرين نأخذ مجموعة من الحبوب وشوية ما نقدر نتمرن، شوية المعدة مالتنا يصير بها انتفاخ. أنا أقول لك تأخذها تقدر وراء الريوق، طبعا راح تستفاد من عندها استفادة جدا قصوى. ما ننصح به نهائيا للحوامل، عادي البنات ياخذوه، عادي الشباب ياخذوه، بس تحت ال 17 و 16 سنه لا تاخذه، لانه انت اصلا نقدر نقول المعامل اللي بداخلك بعدها شغاله 100%. فالحل السحري اللي هو انيمال باك، وراح اخلي لكم هسه من شنو متكون وكم عنصر داخله متكون حتى تستفادون استفاده قصوى. دائما انا اقول لكم صحصحوا وياي وخلينا فيك. Jervis had had a thousand tales, but master, you're in luck, cause up your sleeves you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, some heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz, yahoo and how, all you gotta do is rub that lamp. And I say, Mr. Aladdin, sir, what will your pleasure be? Let me take your order, jot it down. You ain't never had a friend like me. No, no, no. Life is your restaurant and I'm your maitre d'. Come on, whisper what it is you want. You ain't never